اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. نواصل بث مباشر من ميادين مصر التي احتشدت تنتظر بيان القوات المسلحه. تتعلق الامال ببدايه جديده لمصر بانتهاء عصر ديكتاتوري مختلف، بانتهاء عصر احتلال لمصر بعد الثوره، بتغيير المسار، بانحراف المسار، بالحديث عن الدم. شعب مصر بيهتف مسلم مسيحي ايد واحده، الجيش والشعب والشرطة ايد واحدة. ضيفوا عليهم القضاء وضيفوا عليهم الاعلام وقولوا فاضل ايه مع رئيس منتخب علشان يتحدث عن الشرعية. ماذا تبقى من شرعية مش تآكلت التهمت يا دكتور مرسي؟ عايز اقول لكم ان فضيلة العالم الجليل دكتور علي جمعة ايد البيان الصادر من الدكتور أسامة الأزهري والحبيب علي الجفري والسيد معز مسعود اللي بيقولوا فيه إن أي دعوة للجهاد في خلاف سياسي هو افتئات على الإسلام. برحب بضيوفي الأعزاء دكتور عمار علي حسن الكاتب والباحث والمحلل السياسي المعروف. أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا السيد اللواء محمود زاهر المحلل والخبير العسكري. أهلا وسهلا. أهلا بك يا سيدي. إيه؟ قضي الامر الذي فيه. ممكن قبل ما ابتدي، لان هناك تغير في موقف الاداره الامريكيه مع زميلي احمد الطهري رئيس القسم الدبلوماسي لجريده الوطن والموجود حاليا في الولايات المتحده الامريكيه من واشنطن. اهلا يا احمد. مساء الخير يا استاذ خير، وتحياتي لضيوف حضرتك. مساء الخير يا احمد. بل طمنا ماذا يحدث في امريكا الان؟ بيقولوا ان في بيان من الكونجرس. انا يا فندم لسه خارج من الكونجرس الامريكي، تلقيت نسخه من بيان اصدره عضو لجنه الامن القومي السنتر الجمهوري روبرت ادهل. مضمون البيان الاتي: واحد، مطالبه الرئيس محمد مرسي بالاستقاله والاستجابه لمطالب الشعب المصري. اثنين، ان هم بيحترموا ان في 12 مليون مؤيد الدكتور مرسي انتخبوه العام الماضي، لكن كما رأوا من المظاهرات ومن الاستمارات التي وقعها المصريين لسحب الثقة منه في إشارة لاستمارات حركة التمرد، أن أكثر من 25 مليون مصري بيطالبوا بالانتقال لحكومة ديمقراطية حقيقية. نمرة ثلاثة، أن هم بيستشعروا القلق العميق من الأنباء الواردة على استدعاء عناصر من حركة حماس لمواجهة المتظاهرين في مصر. نمرة أربعة، ان هم بيرحبوا باي اليه ديمقراطيه يشارك فيها القوات المسلحه والقضاء وكافه الاحزاب تلبي مطالب الشعب المصري المتعطش للديمقراطيه. ده الموقف اللي لسه طالع دلوقتي حالا. ما علمته ايضا ان عدد من النواب الجمهوريين يجري اتصالات حاليا من اجل الضغط على الرئيس اوباما بمطالبته بالتخلي عن دعم الرئيس محمد مرسي. واقع الامر ايضا يا استاذ خيري ان هناك حاله من التخبط الشديد داخل الاداره الامريكيه خلال ال 24 ساعه الماضيه. لما بنقول اداره بنقصد ثلاث جهات: الخارجيه الامريكيه والبيت الابيض والبنتاجون. البنتاجون واخد موقف اكثر تقدما بالنسبه للوضع في مصر ويميل الى الدور اللي بتلعبه القوات المسلحه. واضح ان قرارات الاتصال بين الجانبين ماشيه بصوره ايجابيه ما بين القوات المسلحه المصريه والبنتاجون. نعم. الخارجيه الامريكيه تحاول حاولت نفس العصا من المنتصف اكثر من مره، لكنها على مدار الساعات الماضيه مالت الى حد ما تجاه دعم النظام في مصر. ما علمته ايضا ان الاتصالات التي اجرتها جماعه الاخوان المسلمين يوم امس بالاداره الامريكيه لم تؤتي ثمارها الى نحو بعيد. وثالث المفارقه، المعلومات الوارده الينا ان هناك ما يشبه حاله توبيخ من جانب الاداره بسبب عدم اعتراف الدكتور مرسي باخطائه خلال العام الماضي، وفوجئنا بعد ذلك بكلمه الدكتور مرسي مساء امس والاعتراف بمسألة النائب العام وما إلى ذلك. حاجة بس بسيطة أختار عشان ما أخدش وقت ضيوف حضرتك، رجاء، لأن الإعلام هنا فيه قدر كبير من التشويش، وإحنا عندنا مثلا إعلامية ضخمة من فضائيات وصحف، ولكن
لا توجد اي خدمه موجهه بالانجليزيه. نعم. يعني انا بنفع بمجهود فردي مع عدد من الزملاء ان احنا بنترجم بعض التغطيات الصحفيه وبعض الفقرات من برامج التوك شو وبنبعتها لمستشارين في الكونجرس وبنبعتها للصحفيين المعنيين بالشرق الاوسط، لكن ده لا يكفي. اعدك بعد التحرير يا احمد ان احنا سنسعى ان تكون قنواتنا مترجمه ايضا عشان نقدر نخاطبهم ان شاء الله لما مصر تتحرر، هنبقى محتاجين العالم يشوف مصر الجديده الجميله شكلها ايه ان شاء الله يا فندم. باذن الله. احمد سنتابع معك طوال اليوم بعد بيان القوات المسلحه، ارجو ان توافينا بردود الفعل من واشنطن ماذا سيحدث. بشكرك جدا يا احمد. دكتور عمار عندنا مستجد. لا طبعا، بس لاحظ اولا يجب ان نفهم ونعلم ان امريكا وغير امريكا تضبط ايقاعها وقرارها واتجاهها على ايقاع الشعب المصري. نعم. الاصل هنا في مصر، الانسان المصري هو الذي يحدد مصيره والذي يحدد قراره، ياتي لاحقا القرار الامريكي، ومن ثم نزول الناس الى الشوارع بالملايين لتأييد الانتقال إلى نظام جديد ونهاية هذا النظام الفاشي هو الذي سيحدد المصير، مصير مصر يحدده المصريين. السفيرة الأمريكية المغرورة التي تصورت أن مصر هي باكستان وأن اللعبة التي لعبتها هناك بتحالف قبلي مع العسكر مع التنظيمات الدينية يمكن أن يصلح في مصر هي واهمة، لأنها لم تعرف شيئا كثيرا عن مصر، نتعامل مع أقدم دولة في التاريخ. ما يجري الآن كان متوقعا، يعني ليست نبوءة وليست قراءة طالع. في تعليقي على خطاب الدكتور مرسي اللي استغرق 3 ساعات قلت هذه تغريدة البجعة، بمعنى أن هذا خطاب النهاية. وفي آخر جملة قلت قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، لأن القصة كانت واضحة وبين أنه فهم خطأ بيان القوات المسلحة الأول. دي أول حاجة. الحاجة الثانية أني هذه المرة أزمة الإخوان أو محنة الإخوان وهم ملعونة بمسألة المحنة مختلفة. في الماضي كانت السلطة تصطدم معك والمجتمع يحتضنك فكنت قوية. نعم. الآن المجتمع هو الذي يلفظك، ومن ثم هذه ليست محنة عادية عابرة بل هي محنة مغلظة كبيرة هم الذي أوقعوا أنفسهم فيه. توهموا أن المصريين حين صوتوا لهم في الانتخابات قد صوتوا لمشروعهم الفكري، هذا غير صحيح. كان يجب أن يتنبهوا، أنا كتبت مقال بهذا المعنى للأخ المتحكم في الجماعة خيرت الشاطر حين طردته سيدة مختمرة أمام لجنة الاستفتاء. نعم. قلت لو هذه السيدة منذ شهور من المؤكد أنها قد منحتكم صوتها، لكنها الآن وهي مختمرة لا تستطيع أن تزايد عليها، تطاردك وتقول لك أخرج يا قاتل أخرج يا جبان في أمام إحدى اللجان وقت الاستفتاء على الدستور. مسائل واضحة. هذا شعب عنده تصور للدين، عنده تصور للثقافة، عنده تصور للحضارة. الحصول على أصوات في الدستور لعدة أسباب. أولا الطرف الآخر غير منظم، ثانيا الخطاب الديني كان كثيرون متعاطفون معهم. لاحظ أن النظام مبارك الفاشل كان يعني هو الذي تسبب في مضاعفة شعبية الإخوان، كان يأتي بناس لا مصداقية لهم يتحدثون عنهم في الإعلام وفي الفضائيات، أغلبهم كان لهم علاقات بأجهزة الأمن أو ليسوا بالعمق الثقافي والفكري والديني والفقهي المطلوب. دي واحد. نمرة اثنين أنه أضعف التيار المدني بإصرار حتى يخلط طريق أمام التوريث فقضى على المنافسة. نمرة ثلاثة أنه كان بيبرم صفقات معهم لأن مبارك كان يريد أن يستخدمهم فزاعة للغرب. الناس كانت ترى الإخواني قبل ثورة 25 يناير أنه ضحية أو شهيد أو مناضل. نعم. هذه الصور الإيجابية وفعل خير الآن. وأنا أقول لا، يعني قلت لو كان مبارك صرف $1 تريليون حتى يقنع المصريين بحقيقة الإخوان ما أفلح. الآن هم لو صرفوا 10 تريليون عشان يعيدوا الصورة الإيجابية والشرعية والشعبية ما استطاعوا، حرقوا أوراقهم. هم خدوا في رجليهم تقريبا أغلب التيارات الإسلامية. اللي أنا عايز أقوله أني المرحلة الجديدة يجب أن احنا يعني نتلافى فيها عيوب المرحلة السابقة. قبل بعد تنحي مبارك مباشرة تتذكر جيدا
المعركة اللي خضناها حول فكرة الدستور أولا. نعم. وآخر كلمة قلتها في مناظرة مع محمد البلتاجي من شهر، قلت له كل ما تفعلونه هو بناء عن الرمل، سينهار فوق رؤوسكم، وها قد جرى. لا نريد أن نبني على الرمل مرة أخرى. محدش يتعجل ويعمل أشياء بلا توافق حقيقي، بلا اختمار، بلا تمكن. والتمكن الأساسي الذي يبني قواعد النظام السياسي هو الدستور الذي يضمن مدنية الحكم، ويضمن العدل الاجتماعي، ويضمن كرامة الإنسان المصري، ويضمن العيش المشترك في هذا البلد. ودي مطالب ثورة 25 يناير. كل من يريد أن يقفز على هذه المطالب أو يتوهم أنه من الممكن أن يتلاشى ويتلافى ويجنب شباب الثورة ويبعدهم عن المشهد، هذه الثورة ستأكله باستمرار. ده حدث مع المجلس العسكري الأول، لأني تعامل مع الثورة باعتبارها انتفاضة وأراد احتوائها. تعامل الإخوان المسلمين أساسا قفزوا عليها وسرقوها وتصوروا أنها فرصة تاريخية للاستيلاء على السلطة، ها هي تأكلكم. القادم عليه أن يعرف في مصر، القادم كان منتخب غير منتخب، أن لهذه الثورة مشروع ممكن تجسده شعارات وكلمات بسيطة. إذا التزم بها وأقنع المصريين أنه يعمل من أجله سيتحملون ويصبرون. هم بس يريدون أن يطمئنوا إلى أنه يفعل كل ما في وسعه من أجل هذا الوطن، مخلص لأجندة هذا الوطن، مخلص لمسار هذه الثورة، مخلص لهذا الجيل الجديد الذي يتمتع بجسارة منقطعة النظير، جيل شباب المصري اللي بيقدر يقتحم وله رأي وله موقف. هذا الجيل يجب أن يسمع إليه، وعايزين نجد في الفترة المقبلة شباب مصر النابهين في أروقة الدولة، هم دول اللي هيقدروا يصنعوا المستقبل إن شاء الله. إن شاء الله. عايز بس أقول للإخوة اللي قاعدين في البيت، اللقاء اللي كان عامله القيادة العامة للقوات المسلحة برئاسة الفريق أول عبد الفتاح السيسي مع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وبعض ممثلي الأحزاب والآن بطرس الثاني وأعضاء من تمرد، انتهى والبيان بيتكتب، بس مش هيتقال لما تنزلوا الشوارع. كل اللي قاعد في بيته منتظر لما مصر كلها تبقى مليانة ومنورة هتسمعوا البيان. اللي عايز يفضل قاعد في بيته كده والوطن قدامه في خطر يخليه قاعد، اللي عايز ينزل يحتفل مع الناس ويسمع البيان ينزل الشارع بشكل مباشر. أدعوكم للاحتشاد مع إخوانكم في الشوارع، أنتم الأمان الحقيقي للحفاظ على هذا الوطن. وجودكم في الشارع، قوات الأمن موجودة في كل مكان، في عمليات تفتيش شديدة، في قبض على بلطجية، في ضبط سلاح، عمليات بتتم الآن في منازل وأماكن فيها غير مصريين وفيها مصريين ومنتمين لطيارات، وفي كم أسلحة بيضبط الآن. ما تقلقوش، الجيش والشرطة في كل مكان، انزلوا الشوارع اتلموا على أخواتكم. سيادة اللواء، البعض من الجماعات الإسلامية ومؤيد الرئيس بيشوفوا أن اللي عملوا الجيش ده انقلاب على الشرعية، والرئيس حاول يوحي بهذا بالأمس وقال أن دفاعا عن الشرعية لو أنا مت موتوني ومش هتشيلوا الكرسي من تحتي. بتشوف مفهوم الانقلاب ده إيه؟ اسمح لي أولا، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك يا أستاذ خيري وتحية للدكتور عمار. في ملحوظة صغيرة لا أستبق بها شيء، طلع الآخر بيان موجود فيه كلمتين عليهم أعتبر أنهم علامات من خلالهم أقدر أقول رأي شخصي. يعني في كلمة بتقول أن قوات الصاعقة ومعاها الحرس الجمهوري بيأمنوا مبنى مسبيره، تمام. لا داخل للحرس الجمهوري في تأمين مكان إلا إذا كانت فيه القيادة الرئيسية. وجود البيان مع قوات الصاعقة حرس جمهوري دي علامة مش عايز أفسرها كتير. أدي أول نقطة. تمام. تأكدت في حاجة في نفس البيان، إن البيان طالع باسم الساعات الأخيرة، علامتين موجودين علينا نفكر فيهم. رأي شخصي بقول لحضراتكم وللشعب المصري الكريم مبروك بإذن الله، بإذن الله. حضرتك قلت تاني أن الحرس الجمهوري مع الصاعقة المصرية أيوة بيحموا مبنى مسبير اللي هيطلع منه البيان، اللي انضمت القنوات فيه انتظارا للبيان، اللي أصبح حر. هذه علامة بقى ثالثة، بس لأني ملتزم بالبيان، دي علامة ذكية سياسية، اللي انضمت فيه بقى كيان واحد عدل دولته.
ايوه رجعنا. التلفزيون هيرجع لمصر تاني. عايز اقول لكم ان في قوات الان من المظلات، قواتنا المسلحه بتحمي مدينه الانتاج الاعلامي لكل من تراوده نفسه ان يقترب من هذه المدينه. صوت الشعب ده ملك مصر، ملك الشعب، اموال الشعب في هذه المدينه. قواتنا المسلحه العظيمه موجوده الان بجوار العمليات الخاصه الكثيفه الموجوده في محيط المدينه. ناتي لسؤال حضرتك وهو ذكي جدا وناخده في نقاط محدده. اي دوله محترمه، واحنا دوله اكثر من كلمه محترمه بالعمق التاريخي وبالعمق الحضاري وبالعمق الفكري والثقافي، يشهد بذلك التاريخ، لا نتحدث مجرد يعني ابتهاجا بانفسنا. هذه حقيقه. اي دوله بهذا النمط العميق سياسيا بتحترم الدول الاخرى وترى انها جزء من اقليميتها وجزء من الدوليه. هذا لا يعني تبعيه، هذا احترام بروتوكول ادبيات سياسيه اسس استراتيجيه، عشان يبقى ميزان القوه بيبقى سليم في هذه الحاله. هنا بأسقط على حاجة، على العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. حصل في أول تدخل ليها من خلال جون كيري وزير الخارجية الإشادة بالمؤسسة العسكرية كمؤسسة سياسية بعلاقات استراتيجية، أمن قومي أمريكي ومصري وأمن قومي للمنطقة. ظلت هذه العلاقة حتى الآن وحتى هذه اللحظة من خلال رئيس أركان حرب القوات الأمريكية. هذا بيفسر الثلاث نقاط الاختلاف ما بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية اللي من حقهم يلعبوا سياسة إذا ما لقوا أكلة سياسية أمامهم كانت بتعرض عليهم ببلاش من الإخوان المسلمين، من حقهم إنهم يأكلوا. ولكن ثبات الدولة المصرية بحسابات أؤكد عليها أنها مصرية صرف وعندنا إمكانياتها جعلت الأمور تبقى في مكانها حفاظا على أشياء كثيرة إقليمية وخاصة خطين تحت إسرائيل، ثم الاستراتيجية الأمريكية كأمن قومي أمريكي في إطار منظومة فيها الاتحاد الأوروبي النهاردة بقى له ثقل لا نتخيل خطأ أنه تابع لأمريكا تبعية مباشرة. نعم. هذه نقطة دولية. بالنسبة للإقليمية حصل تغير عريض وجميل جدا. أولا مفيش تغير في موقف دولة زي السعودية، زي قطر، زي باقي الدول بدرجات مختلفة. التغير في الإمارات، أنا آسف، التغير الحقيقي جه في دولة قطر. نعم. وهذا نضع تحته خطين ثلاثة، لأن ده هيرمي على إن إحنا داخلين على مستقبل محترم. مصر فيه دائما الأساس، وبنقول لو مصر قضت على الفيروس اللي هنا بالشجرة بتاعته المنطقة ستتغير سياسيا، وده احنا داخلين على ده، ودي تاني مبروك بإذن الله. ندخل بقى على عندنا كم مبروك بس والله هم كتير والحمد لله، يعني مبروك على اللي هيحصل ومنتظرينه. هو اللي هيحصل ده قد يستوجب تحديد إقامة الدكتور مرسي وبعض قيادات الإخوان في رأيي أنا. نعم أنا بسألك بصفتك العسكرية مش معلومات يعني. ماشي، بصفة العسكرية ودون ما نقول معلومات، أنا أعتقد أن أنا بختلف مع حضرتك، لأن الخطوة اللي جاية دي لم تعد تتحمل أي ثغرة على الشرعية اللي احنا شايفينها دي. أنا أعتقد أن هناك خطوة أكبر من مما تقول. أعتقد هذا في إطار الرأي. نعم، عشان ما نخش في إطار التخمين يعني. في إطار التخمين يعني. لا أعتقد أن دكتور عمار ما بتشوفش أن الصياغة هتبقى لو حصل هتبقى التحفظ يعني إقامة جبرية لمجموعة؟ أنا أقول لحضرتك حاجة. أنا أول أمس قبل صدور بيان القوات المسلحة كان ليا مداخلة الساعة 2:30 مع قناة الحياة. نعم. قلت فيها بشكل واضح الدكتور محمد مرسي في حكم الموضوع رهن الإقامة الجبرية، بمعنى حين تلتف الجماهير حول القصور ويصبح وضعه فيها غير آمن ويلوز إلى الحرس الجمهوري وينقله الحرس الجمهوري إلى مبناه والجيش دي اسمها عملية إخلاء، مش كده يا ست لو؟ لا ده أنا هثمن على هذا الكلام اللي بيقوله الدكتور عمار، وأرجو إن ما تفهمش ذاتي على الإطلاق. من 3 أيام أنا قلت كلمة على الإعلام معروفة، قلت هو في شبه اعتقال.
في شبه اعتقال. بس ازاي شبه اعتقال وطلع امبارح؟ هقول لك طلع امبارح. لا اجاوب، استناني يا دكتور. آه. انا اقول لك، هقول لك تخميني اللي انا يعني شفته ببساطه. انا ما عنديش معلومات، بس ما بعد نهايه الخطاب، انا شفت الخطاب على المقهى. نعم. وشفت تعليق الناس على هذا الخطاب، ده الشعب ملح الارض، الناس البسطاء، وكيف نعم. اللي كان هو بيزعم انه بيخاطبهم، وكيف لفظوه في هذا الخطاب، وكيف قالوا انت رجل متناقض تفتح انهارا من الدم وحريص على الكرسي عكس ما تدعي. لكن بعد الخطاب قلت اللي سمح باذاعه هذا الخطاب معلم. لاني يبدو ان هو طلب يخطب فقالوا له اتفضل، لكن سجل. لم يرسل الخطاب الى البتاع غير لما حللته وعمل له اتحلل تحليل نفسي، انت واخد بال حضرتك؟ و ايوه كده الاتحاديه اتملت اهي، يلا يا شعب. تمام. حصل له تحليل نفسي الخطاب، ووجد من خلاله ان هو هيزيد من الهوى بينه وبين الشعب، وانه بيأكد تمسكه بالسلطه، وهينزع عنه اخر رداء اخلاقي يرتديه، وبالتالي من مصلحه القوات المسلحه وقبلها من مصلحه الثوار، مصلحه الشعب المصري. انت شفت انه كان تحت الرقابه، واحنا سامعين ان اقدر مزعوش وزير. طبعا. نعم. طبعا طبعا طبعا. وهذا ما حدث. يعني انا على فكره انا علقت على الخطاب مباشره بعد انتهائه في التلفزيون المصري، قلت هذا الكلام ان ده بيزيد الفجوه، بيفتح انهار من الدم، هينزل ناس اكثر للميادين غدا، لان الدكتور مرسي في كلامه في ارتجاله في عطائه لدرجه انه واحد راجل بسيط كده في يمكن داخل على 60 من عمره بيقول له خلصت 5 حجاره في الساعه اللي انت بتخطب بيها عشان تقول لي بسم الله، كنت تطلع اقول بسم الله الرحمن الرحيم ايها الاخوه المواطنون انا مش ماشي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا بكلمك على الشعب المصري، لا الناس فاهمه ان هذا التناقض. الدكتور محمد مرسي ما كانش مدرك في هذا الخطاب ان الثقه فيه انهارت. نعم. الثقه فيه انهارت، ده هو حتى لو خرج الان او بالامس واعلن استقالته الناس هتشكك في انه صادق فيها. انا هقول لك على توفيق الحكيم في عوده الروح وعلى لسان خواجه. الخواجه معجب بالفلاح المصري، والراجل المصري مش شايف يعني ايه سبب لهذا الاعجاب. فقال له هذا الفلاح والاجير البسيط تسكن تحت جلده حضاره 7000 سنه وتخرج في الوقت المناسب. فالراجل اللي قاعد على القهوه البسيط ده بعد ما خلص الدكتور مرسي خطابه قال هذا الخطاب يتعرف بالعكس. هو بيقول لك بلاش دم انتظروا الدم، بلاش شرطه وجيش انتظروا فوضى، يبقى شرطه بلاش وجيش، بلاش شرطه وجيش يبقى يستهدف الشرطه والجيش. خدوا بالكم يا ناس وانتم مروحين وما اعرف حاجه كده. فالناس قالت له لا الجيش موجود، واحنا خطه الترويع اللي عملوها على مدار شهر جابت نتائج عكسيه، ومفيش حاجه اقوى من ناس هذا البلد، ولا يقدر يخوفنا تنظيم، ولا يقدر يخوفنا ارهابيين. ده الشعب المصري اللي بتظهر جيناته الحضاريه في لحظات في اللحظات الحاسمه. نعم. تفسير سيادتك ايه بقى للخطاب؟ هل تتفق مع الدكتور عمار ولا ده كمان الخطاب الاخير يعني؟ اولا امبارح كان في كلام لي على الاعلام ان ما بين الساعه 11 والساعه 12 الشعب المصري هيسمع خبر يفرحه وخبر جميل جدا. دي معلومه كانت مؤكده ان في هذا التوقيت هيخرج فعلا ما يفرح الشعب المصري. مع الاسف الشديد خرج في هذا التوقيت، المعلومة صدقت من حيث التوقيت إنما اختلفت من حيث الإلقاء والفحوى أو المضمون. هذا يمكن جه زي ما بيقول الدكتور عمار من حسن الحظ، ولكن هي كان دمها تقيلة على الشعب المصري. النقطة اللي كانت واضحة قوي في الخطاب وانتشرت حاليا ولقيتها في شباب إنها دعوة إلى الدم ودعوة إلى الإجرام، لدرجة ان النهاردة في المدينة الاعلامية الصبح شاب صغير بيتكلم باسلوب الدكتور مرسي لن يحدث لن يكون لن يتراجع. فانا بصيت يعني الدكتور جمال حشمت هو منسوب له انه بيقول لا مانع من انتخابات رئاسية مبكرة بعد تشكيل لجنة المصالحة الوطنية. يعني انت هنقعد بس نعمل مصالحة وما فيش مانع نعمل انتخابات رئاسية. ده هذا تغير في الخطاب، ده تراجع اللحظات الاخيرة. نعم. ده يعني قفز من مكان لمكان. اعتقد ان المرحلة تعدت هذا تماما. والمهم في كلمة اتقالت جميلة جدا يهمني أركز عليها لأنها مهمة قوي يا سيد خالد. المرحلة الجاية
لابد أن يكون هناك توافق في عملية الرؤى، توافق في عملية الفكر العام للشعب المصري، الجنوح الكامل والاتجاه الكامل للعمل بقى. نعم. يعني احنا حتة السياسة حتة شرعية، هو بيتكلم على عالم افتراضي وامامه واقع، اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. لا، احنا كمان مش عايزين نخطأ ونرجع مرة تانية نجد من بيقفز على الاحداث وعلى الواقع وعلى النتائج المحترمة وعلى هبة الله بمسائل ذاتية او انتهازية. ده لازم نشوفه في المرحلة الجاية ونتلافاه، ده مهم جدا. نعم، انا عايز اقول ان في بيان من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية بيعلن اسفه الشديد لما تشهده البلاد من انشقاق من ابناء الوطن، ويؤكد الاتحاد على ان الشرعية مصدرها الشعب، كل الشعب، وعدم القدرة على لم الشمل يفقد الشرعية، ولن يستطيع اي فصيل حاكم او يسعى للحكم الحصول على الشرعية دون احتواء كافة التيارات، كما يشيد الاتحاد بجيش مصر العظيم، ويشيد بتأكيده أنه لن يدخل نفسه في المعادلة السياسية، ويعلن ثقته في قدرته على حماية الوطن والمواطنين بكل اقتدار. أو في هنا كلمة أستاذ خالد اسمح لي بيه. نعم. كلمة اللي بتقول حضرتك إيه؟ الجيش ما يخشش في المعادلة السياسية، عايزين نفهمها. طب ممكن نفهمها بعد الفصل؟ أوي. أنا ده اللي هناقشه، وإحنا ممكن الشعب ده يقبل العودة للحكم العسكري مرة أخرى؟ يبقى ما حدش فاهم هذا الشعب. هل الجيش عنده هذه الرغبة؟ يبقى ما حدش فاهم هذا الجيش. الجيش بيقوم بأعظم دور يقوم به جيش وطني حقيقي حريص على هذا الوطن. نلتقي بعد الفصل.